بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائنا طلاب الصف الخامس لابتدائي إن شاء الله النهاردة معنا باراجراف من 40 كلمة عن البقاء صحيا. staying healthy، staying healthy، البقاء صحيا. ولكن دايما كلنا مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا العنوان بولينا write a paragraph of 40 words، يعني اكتب paragraph من 40 كلمة using the following guiding elements، باستخدام العناصر التالية. staying healthy يعني البقاء صحيا. وطبعا بولينا guiding questions، سؤالين. what things can we do to look after our health؟ what things، الأشياء المفروض ان احنا او نستطيع ان احنا نقوم بها او نفعلها للاعتناء بصحتنا. what are the best ways to stay healthy؟ what are the best ways، ما هي افضل الطرق للبقاء صحي؟ لو جينا نكتب عن الموضوع ده، ممكن نقول I am سما، او كل واحد يكتب اسمه. I am سما. I am in grade 5، انا في الصف الخامس. I am active and clever. I am active and clever. أنا نشيط و clever شاطر. To stay healthy، لكي أظل صحيا. We should eat healthy food، يعني لكي نظل أو تبقى صحيا. We should، يجب أن احنا نتناول healthy food، نتناول طعام صحي. We should eat fruit and vegetables. We should eat fruit and vegetables، يجب أن احنا نتناول فاكهة وخضروات. We should drink a lot of water. We should drink. We should drink. يجب ان احنا نشرب a lot of water، الكثير من المياه. We should do exercise every day. We should do exercise every day. يجب ان احنا نتدرب او نقوم بتمارين كل يوم. We should have enough sleep. We should have enough sleep. يجب ان احنا ننام نوم كافي. We should have enough sleep. Also we should have a balanced diet. Also يعني ايضا. We should have a balanced diet، يعني يكون عندنا نظام غذائي متوازن. Again I am Sama. I am Sama. I am in grade 5. I am in grade 5. I am in grade 5. I am active and clever. I am active and clever. To stay healthy. To stay healthy. We should eat healthy food. To stay healthy. We should eat healthy food. We should eat fruit and vegetables. We should eat fruit and vegetables. We should drink a lot of water. We should drink a lot of water. We should do exercise every day. We should do exercise every day. We should have enough sleep. We should have enough sleep. Also, we should have a balanced diet. Also, we should have a balanced diet. يعني يكون عندنا نظام غذائي متوازن. ومن هنا وصلنا لنهاية الباراجراف بتاعنا. ولكن دايما بذكركم بان احنا واحنا بنكتب الباراجراف لابد ان نراعي علامات الترقيم. ان انا بترك مسافة كلمة في بداية الجملة الاولى، ببدأ بحرف كابيتال، بضع فول ستوب في نهاية الجملة، وببدأ الجملة التالية بحرف كابيتال، وهكذا. جمل متواصلة بتبدأ بحرف كابيتال، وبنترك مسافة ما بين كل كلمة والكلمة الأخرى. وطبعا لابد نكون خطنا خط واضح. ده بالنسبة قواعد عامة. وأنا بكتب الباراجراف، يبقى الباراجراف بتاعنا staying healthy بنكتبه بطريقة سهلة جدا وبسيطة. الباراجراف اللي معانا، طبعا احنا مطلوب مننا باراجراف من 40 كلمة. الباراجراف بتاعنا يعني دخل على 50 كلمة. يعني لو انا استغنيت على الجملة، في جملة صعبة ومش قادر احفظها واستغنيت عنها، طبعا الباراجراف مش هيتأثر. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وانتظرونا مع حلقات أخرى من حلقات منهج الصف الخامس الابتدائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.